والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. نعم، الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا محمد عبدو، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حالياً. وخلال الاجتماع أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من إنجاز في مشروعات النقل التي من شأنها توفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، خاصة أنه يتم من خلالها تطبيق أحدث التكنولوجيا على الطرق السريعة، مع أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات للانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل من أجل خدمة المواطنين وتسهيل حركة النقل البضائع بين المحافظات. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. واستعرض اللقاء سبل النهوض والالتقاء بقطاعي التجارة والصناعة وتذليل أي عقبات تقف أمام أصحاب المصانع، كما تطرق اللقاء إلى جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية. إلى أسواق المال، حيث تبانت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. تراجع رأس المال السوقي بنحو 1,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 713,237,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,434 نقطة متراجعا بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 10,397 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2,290 نقطة مرتفعا بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 2,302 نقطتين. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3,279 نقطة ليصعد بنسبة 29% ليغلق عند مستوى 3,289 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.31 جنيه للشراء و 19.38 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19.43 جنيه للشراء و 19.51 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22.41 جنيه للشراء و 22.51 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.25 جنيه للشراء و 5.27 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، شهدت أسعار الذهب استقرارا ليسجل نحو 1,724 دولار للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 956 جنيه. أما بالنسبة لعيار 21، وصل سعره إلى 1,115 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين وصل سعر عيار ذهب 24 نحو 1,274 جنيه. بالنسبة للسعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 8,920 جنيه. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل الشتاء، ما بدد تأثير مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب في الصين أكبر مستورد الخام في العالم. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 78 سنت أو بنسبة 8% لتصل إلى 94.78 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 79 سنت أو بنسبة 9% لتصل إلى 88.57 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 3.57 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 23% لتسجل نحو 8.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
فتحت مؤشرة الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في أغسطس، ما يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.16%، كما تراجع المؤشر ستاندرد أند بوز 500 بنسبة 1.78%، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.92%. أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022-2023، مستندة إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم. وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن الطلب على النفط سيزيد بنحو 3,100,000 برميل يوميا في العام الحالي ومليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.